أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات في إطار التنوع وكذلك في إطار الكثير من الأشياء التي نجهلها. ما الذي يعرفه المغاربة عن الضفادع؟ أو كيف هي العلاقة التي تربطنا مع يعني كمغاربة مع هذا الحيوان؟ يعني كيف رأى يعني تعامل معه المغاربة، وكيف يعني ما هي الفكرة التي يمكن أن تستحوذ علينا ونحن نرى الضفادع بنقيقها؟ يعني قبل يومين كنت أتحدث مع صديق لي ونتحدث عن يعني كيف أن هذه الضفادع تنتشر، وكيف أنها يعني مقارنة ب يعني حيوانات أخرى أنه يعني في اللغة الأمازيغية تدعى بأغرام أو المرابط، يعني أنها لا يمكن ضربها ولا يمكن الاعتداء عليها رغم أنها تتجول ما بيننا، بل أن الكثيرين يعني يحتفظون بضفادع داخل منازلهم. إذن هذا الأمر قادني إلى البحث رفقة هذا الصديق مشكورا إلى الحديث عن لماذا هد قدسية هذا الضفدع، أو لماذا نعطي لهذا الضفدع حجما من القداسة والقدسية. من طبيعة الحال في المغرب يعني الضفدع أو جرانة، وجرانة يعني تأتي من سمكة تتواجد بكثرة بالبحر الأبيض المتوسط، وهي طويلة جدا ولها زعانف شوكية، ويعني ربما هذا هو أصل التسمية لدى المغاربة. ربما الأصدقاء والصديقات اللي عنده شي فكرة عن من أين جاءت فكرة يعني تسمية الجرانة في المغرب يمكن أن يطلعنا اللي يعني نتبادل ونتقاسم هذه الأفكار وهذه المعلومات. ولكن على حسب علمي أنه السمكة يعني تشبه إلى حد كبير الضفدع، ولأنها برمائية، يعني حيوان برمائي عديم الديل، بينما السمكة يعني جرانة في السمكة لها ديل ولها أشواك، بالإضافة إلى نقيقها أو صوت النقيق. ويعني هذه الضفدع ظهر قبل 290 سنة على سطح الأرض، ويعيش الآن يعني آلاف من الأنواع من الضفادع في مختلف أرجاء الكرة الأرضية، حتى أن يعني من يسافر إلى المنطقة الشرقية من المغرب، وخصوصا الصحراء الشرقية من زغورة إلى مدينة الراشدية، سيجد منطقة تسمى أم الجيران. يعني التسمية هنا في هذه المنطقة غريبة إلى حد ما، ولكن الأغلب ينسبها إلى جرانة من طبيعة الحال، وهي عبارة عن صحراء قاحلة لا ضفادع فيها ولا هم يحزنون، ولكن التسمية موجودة في هذه المنطقة. ما هو السر كذلك في هذه المنطقة، ولماذا سميت بأم الجيران؟ إذن تلعب الضفادع أدوار متنوعة عبر الثقافات، يعني الضفادع لعبت أدوار متنوعة عبر الثقافات وتنوعها، حيث تظهر في الفولكلور والحكايات الخيالية، مثل قصة الأخوان غريم للأمير الضفدع، كما ظهرت في مصر القديمة وبلاد الرافدين، ويعتبر الضفدع رمزا للحياة والخصوبة. بينما في العصور الكلاسيكية من طبيعة الحال سيربط الإغريق والرومان الضفادع بالخصوبة والانسجام والفجور، حيث كانت آلهات الجنس والحب مثل أفروديت وفينوس، ويعني نوع من العلائقية الكبرى بينها وبين هذه الضفادع باعتبارها يعني حيوانات للخصوبة.
ولكن بعد ظهور المسيحية أصبحت الضفادع ترمز إلى الشر. وفي مسرحية ويليام شكسبير ريتشارد الثالث يصف الملك ذاك الأحدب ضفدع الطين السام. وفي الفردوس يعني في الفردوس المفقود لميلتون أخذ الشيطان هيئة ضفدع الطين ليوسوس في أذن حواء وهي نائمة وهو يقطر السم في أذنها اليسرى. وهذا من طبيعة الحال يفسر اعتقاد الأوروبيين أن الضفدع كائن مؤذن وسام، لو شرب الإنسان من دمه لمات في الحال. لكن في الوطن العربي وأتحدث في المغرب أن الضفدع يعني يرمز له بأجرام يعني المرابط أو المرابطة، ويعني أنها مثل الشريفة لا يمكن الاعتداء عليها، بل فقط يتم التعامل معها بلوع من اللين والليونة حتى تبتعد أو أن تخرج. ولكن على المستوى الشعبي يعني الكثيرون يعرفون بأن الضفدع تستخدم في السحر حتى يبقى الحبيب أو الحبيبة غير قادر على الحديث ويلتزم الصمت وينفذ الأوامر. يعني ربما هنا تختلط الشعوذة بالسحر بهذه المعتقدات المترسبة على المستوى التاريخي، ويتم استغلالها بشكل كبير جدا في الأوساط الشعبية. يعني كيف يعني نهاية الحلقة كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحيوانات خصوصا الضفادع بأسمائها؟ ولكن لماذا يعني نجد كثير من العائلات المغربية تربي الكثير من الضفادع داخل منازلها؟ هناك نوع من الحب لهذا الضفدع الصغير، وهناك من يستعمله للعديد من الأغراض المتعددة، في حين أننا نجدها عند العطارين يعني بشكل يعني ملفوفة أو موضوعة بشكل على مدخل أبواب العطارين لتباع لمن ترغب في اقتنائها أو في شرائها. يعني يتداخل ما هو تاريخي ما هو اجتماعي في هذه العلائق المتعددة والتي تفسر الكثير من ظواهر الشعوذة والكثير من ظواهر الشعوذة التي تنتشر في المجتمع المغربي وفي المجتمعات العربية على العموم. ليس المغرب فقط، ولكن هناك العديد من الدول العربية بنفس النمط أو أكثر حدة مما نراه داخل المغرب. اللي عندهم طبيعة الحال شي فكرة على هذا الموضوع أن يكاتبنا في التعليقات من طبيعة الحال من أجل الاستفادة أكثر والغوص في يعني عن علاقتنا بهذه الحيوانات. لذلك يعني تاف الأمازيغية أجرام يعني المرابطة، هناك نوع من هذه الاعتقادات يعني في الثقافة الأمازيغية. إلى هنا أيها السادة والسيدات أيها الأصدقاء والصديقات، نشكركم يعني على حسن المتابعة وعلى يعني اسمحوا لنا على هذا التنوع، مرة في تاريخ المغرب، مرة في تاريخ العالمي، مرة في السياسة، مرة في السينما، لأن هذا التنوع هو الذي يمنحني يعني هذا الاستمرار. لا أستطيع يعني أن أظل دائما على وتيرة واحدة، أبحث دائما عن التغيير وعن طرافة بعض الموضوعات لأكسر رتابة هذه الحلقات. شكرا للدعم، شكرا لحبكم، شكرا لدعمكم المستمر. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.